جديدة 1890 سكن جاهز عبر التراب الوطني بمختلف سير يوزع ابتداء من اليوم الحمد لله. قبل ما نفوت للإشارة الخضراء لبداية التوزيع السادة الولاة والسادة المسؤولين المحليين بودي أن أعطي كل ذي حق حقه انطلاقا من سيادتكم إشرافكم على قطاع حساس طالما عارف مواجهات عنيفة سلبية لترك المواطنين في مشاكلهم السكنية وأمنيتهم أمنية الناس هذو اللي كانوا يضادوا في قطاع السكن أن الفوضى تعم البلاد من خلال نقص سكان إلى آخره. إذن مواصلة للمسيرة الأولى سي طارق أشكر لكم المجهودات ولكل إطارات وزارة السكن ولكل عمال إلى أبسط عامل في إنجاز السكنات. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المكان اللي أنا موجودين فيه مدينة سيدي عبد الله هذه 10 سنوات خلت كانت أرض بيضاء. عام 2014 كان تيران نو موزع مثل ما توزعت الجزائر على أشخاص للغينا التوزيع تاعهم، ثم انطلقنا في هذا البرنامج الطموح لإنشاء مدينة جديدة مدينة سيدي عبد الله على غير هال من بعد جاتها مدينة بوينان ومدينة درع الريش ومدن أخرى. وتصحيح ما كان ضروري أن نصلحه في مدينة علي منجلي. إذن هذه المجهودات على الجزائر يعني بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا. رغم هذا أقول أن مدينة سيدي عبد الله والمدن الجديدة هذه ما خداتش حصتها، ما خداتش حقها في تنويه بالتنمية الوطنية من طرف إخواننا وأخواتنا الصحفيين والصحفيات رجال الإعلام، لأن ما فيش مثال واحد في العالم وجازم ما فيش مثال واحد في العالم اللي ممكن يزحمنا فيها الأرقام ولا يزحمنا فيها التاريخ. ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. إذن الإنسان يقضي صلاحه ضروري وإحنا موجودين من أجل مصلحته، ولكن كذلك الله عز وجل خالق الدنيا وما فيها يقول في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن أتمنى باش اليوم الجزائريين يكونوا شاكرين لبلادهم مش الأشخاص، لوطنهم الغالي يتحرر بوديان من دماء ملايين الشهداء والمعطوبين أو إيش راه يسخر الوطن اليوم. هذه هي ثمرة الاستقلال اللي باش نحتفل به من على يومين 5 جويلية 2024. إذن هنيئا للجزائر، هنيئا للجزائريات والجزائريين بسكناتهم، ونواصل في هذا المنوال إن شاء الله حتى نغطي كل الحاجيات، لأن أنا متأكد لا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية أن السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي. مثل ما يقال كلام شائع فيما يخص البناء ولكون الباتيمون فا تو فا، لما قطاع السكن يمشي كل المصانع تمشي، سواء تاع الحديد الاسمنت الخزف الى اخره.
ويخلق مناصب شغل ويخلق حركية قوية اقتصادية. ملاحظة هو أن قبل انطلاقة الفعلية أنت سياسة سكن لها ممتدة إلى اليوم وتقوات اليوم أكثر من اللي كانت عليه، كان ممكن نقول لورسكو لو باتيمون فا توتالي ايور، كل شيء كان مستورد. اليوم الحمد لله السكن مدمج جزائري 100%، اسمنت، حديد، خزف، نوافذ، ابواب، حتى الالكتروميناجي اللي يجهزوا به جزائري. اذن هذه هي الخطوات اللي تحسب على الجزائر، مش الناس اللي مازال في قلبهم مرض على هذه البلاد هذه، ويحوسوا يكسروا هذه البلاد ويحوسوا يقزموا هذه البلاد، بلاد عملاق واللي اسسوه عمالقه واللي استشهدوا عليه عمالقه. اليوم نتكلم على سي عثمان رحمه الله، عملاق من العمالقه ومتواضع، انا كنت نعرفه مليح، التواضع نتاعو كان رمز، التواضع نتاع الناس اللي اطروا في البلاد في سياسه البلاد وحروا هذه البلاد هذه. اذا هنيئا لنا كلنا، هنيئا لكل مواطن. و مادام كلفتني بالمهمه اعلن رسميا لكل السادة المسؤولين المحليين على رأسهم الولاد بانطلاق عملية توزيع 251,890 سكن على مستوى الوطن.